الخير، اليوم عندنا مهمة بحث سيارة غرقانة في بحر الشبيل. السيارة كان يستقرها قائد المركبة في الفترة المسائية، طاحت سيارة في البحر، لكن الحمد لله الله سلم قائد المركبة طلع من السيارة بالسلامة. كان في عملية بحث مسائية بس على حسب الظروف اللي كانت موجودة ما قدرنا نشوف السيارة في المنطقة الموجودة. حاليا احنا في الفترة الصباحية في المنطقة ان شاء الله بنحاول قد ما نقدر نحن مثل ما تشوفون الان عندنا مجموعة الغواصين نازلين الى منطقة الغوص للبحث عن المركبة المتواجدة في مكان الحادث. متواجدين في الموقع والان يباشرون مهمة البحث عن المركبة في هذه المنطقة. السيارة جت في المنطقة هذه ضربت هذا الحادث وطاحت في البحر قدام المنطقة، فمع تردد التيارات والهواء اللي كان موجود تغير موقع السيارة. عندنا الغواصين الان تجهزوا مع معداتهم لنزول منطقة البحث. سلمان جاهز للغوصة؟ اليوم عندنا سيارة غرقانة، غرقت امس بالليل، وامس نزلنا غوصة استكشافية ما قدرنا نحصلها، اليوم ان شاء الله الغوصة الثانية وباذن الله نحصلها. جاهز؟ يلا هذا الشباب. هذا جسر البحرين، هنا منطقة غرق السيارة. ما زال موضوع البحث جاري الآن، الغواصين الآن دورهم بدأوا في البحث الأولى، الآن توجهين الموقع ثاني إن شاء الله راح يكون في نتيجة بإذن الله. الغواصين الحمد لله انتهوا من البحث في المنطقة الجنوبية زي ما تشوفون، والآن متوجهين المنطقة الشمالية بإذن الله إن شاء الله يكون في نتيجة بإذن الله. الله يسهل الأمور. بالإضافة متواجدين الآن عندنا غواصين زيادة راح ينزلون، في غواصين موجودين ستاند باي في المنطقة البرية في حال ارتجال جديد أو احتاج أن أحد يكون معهم سبورت في الله راح يرجعون إلى مكان الغوص مع أخواننا إن شاء الله. روح روح. الآن العميل موجودة راح يكون في ارتكاز الغواص الثاني. الغواص الأول راح ياخذ حركة دورانية مثل حركة الإرجاف يدور على المنطقة بالكامل بواسطة الحبل، في حال لو أنه تعلق الحبل في جسم في قاع البحر راح يكون إن شاء الله جسم المركبة غرقانة، بعدها إن شاء الله راح يتم تثبيت الحبل فيها إن شاء الله والحبال موجودة معنا، وبعدها راح يتم سحب السيارة بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله. أعيد الخطة مرة ثانية. سلمان نقطة ارتكاز، أنا مسؤول عن الدوران، أبو أحمد في النص بالضبط ومسؤول عن الحبل ما يرتفع أكثر من متر عن القاع. تمام؟ سلمان توكل على الله، أبو أحمد خلك عند الحبل. جرب من عند الله هديك. Thank you.
وقت من الحدود شدة واحدة، لا ترخي ولا تشد زيادة. زين أنا بدي بس استشعر اتجاه الحبل وبرجع لك. زين لا تتحرك مرة. Oh,
تبارك الله، هذه العلامة تدل على وجود المركبة في هذه النقطة. الحمد لله، اللهم تقريبا الآن إن شاء الله راح يتم الترتيب عليها بإذن الله. نشوف كيف الترتيب إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. يلا شباب، مقلوبة على ظهرها على التندة. اوكي على ظهرها وما هي مغروزة في الارض. سب ايوه يلا اجيك ولا ترسلها؟ ربطناها ورا، الحبل اللي ارسلتوه لنا ربطناه في الشنكار اللي تحت الدبه تحت الشنطه. ضعيف؟ يلا تمام، توكل على الله. الاكياس الرف؟ لا والله ما جبتها. ما عليه، لا بالعكس، ترى كونها على ظهرها بيساعدنا اكثر. اي بس الكل بغطي منظر. Thank you.
هذول مع بعض ها؟ هذول مع بعض نهايتهم بكرة. هذا مربوط مع السفنة مع الحبل الأخير. الحبل اللي تحت. إيه. يلا عشان يبدأ. جاهزين يا شباب؟ نبدأ في السحب. ربطنا الحبل هذا في الشنكار اللي تحت الشنطة. طبعاً بتفتر السيارة بعدين تسحبونها بالراحة. لا لا خلها مقلوب على ظهرها اسهل. سمبو عبد العزيز الافضل انها تبقى على ظهرها عشان تزحف، اما اذا تعدلت بيصير بطن السياره يقاوم. ممتاز. الان الشنطه باتجاه الشرق مع السحب تتعدل بيصير اتجاه الشنطه للغرب. اسحب توكل على الله، الغواصين امورهم زينه. ابعدوا عن الحبل اللي هناك، ابعدوا بركان، ابعدوا شوي. شباب افتحوا الكبوت حق السيارات، يا ريت تقعدون في السيارات افضل من باب الامان. افتحوا الكبوت مع عبد العزيز. قعدوا في السيارات افضل يا شباب. كوفو يا معترفون، كوفو يا حوش. Thank you.
طبعا الان في مرحله السحب الاولى وما شاء الله تبارك الله مثل ما تشوفون السياره بدات تتقرب الى هنا وما شاء الله تبارك الله عندنا الوجه الاول الوجه الثاني الوجه الثالث البركان موجود ما شاء الله تبارك الله دام والسياره جالسه تقرب الان ما شاء الله تبارك الله
كوفو كوفو يا محترفون. شد شد وعاد شوف يا قحطاني دكتور ماجد الله يبين وجهك. توجيهات من القائد الميداني مكان ربط السيارة الغرقانة عشان يتم تعديلها. الغواصين الآن يقومون بواجبهم في ربط تحديد مكان ربط السيارة لكي يتم تعديلها واستخراجها من الماء. طبعا ما راح صادفنا مشكلة اللي حصل هذا، لكن موضوع له خطة إن شاء الله. الغواص مازن يقوم بتحديد مكان ربط السيارة لكي تعديلها. الله يبيض وجهك معاذ رشيدي، بيض الله وجهك ابو احمد نبيل بارك الله فيك. وين سلمان؟ سلمان رخ شوي بركه. ايوه ها عشره عمر ويا الحبل ذا عشره عمر احذفها. حركات سكين سكين لون وردي بعد حركات. خلاص معاذ من عند الحرق ابو عبد العزيز ودنا سيارتك تروح هناك. طالعني نبي نعدل السيارة كذا بعدين نقلبها. ابو عبد العزيز نبي سيارتك تجي بعد السفاري وقبل حرس الحدود. السيارة بنلفك على جنب بعدين نقلبها. عطى ابو عبد العزيز الحبل حقه. الآن محاولة تعديل السيارة لكي يتم سحبها عدلة. جرب احمد الغواصين هذا القوة المساندة. بيض الله وجهك ابو سعود عبد الله الاحمدي نعلم فيها ياسين. ايه زي ذيك المره تذكر. اهم شيء ياسين. يا شباب عدل. هلا نرخي عبد الله سفر. هلا والله. احنا قاعد ايش نسوي؟ نعدل السياره عشان نقلبها. برينا السياره تمام.
يلا 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 خذ خذ اللي عندي اللي عندي في النص. خلاص بس خلاص الآن بيتم تعديل السيارة إن شاء الله. الله يكتب لي فيه خير يا رب. السيارة زي ما تشوفون مندلفة، تم رفعها من الجهتين من الكمر هذا والكمر هذا. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طبعا ثلاث ونوش، ونش هناك ونش في الكمر ونش في الكمر لو تشوفون. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الحين تم تعديل السيارة، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ما شاء الله. الله يعوض عليه يا رب. خلاص خلاص اسمع، فكوا كل هذا وانا بجيبها سيدة او نسحبها ريوس. تم التوجيهات الان لسحب السيارة ان شاء الله اخراجها. لو تشوفون المكان هنا شوي صعب. الله يكتب لك الخير. الله يسلمك. يعطيك العافية. سم وجهك ابيض. ما يحتاج ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما يحتاج. هذا ايام ايام الكامري البيضاء. ايام الكامري ايام الكامري الكامري. هذه الغواصين ما شاء الله تبارك الله مازن الخير. توجيهات الشباب فريق جمعية المحترفون للبحث والانقاذ التطوعي. نعم احنا عندنا ادوات التنفيذ، هم خطتهم مشينا عليها وحفظناها وما شاء الله النجاح 100%. الحمد لله. خلاص اموش قد الان يتم سحب السيارة. سكر الباب سكر الباب. يا شباب ابعدوا من الوايرات يا شباب. مكان صعب. ثم الآن إخراج السيارة. الشباب يحاولون يعدلون الطارة لكن إن شاء الله ما تطلع. سوي في المحل عندك. الساعة الآن 11:30 ظهر. الله يكتب لي بالخير يا رب. ما شاء الله تبارك الله. جمعية المحترفون للبحث والإنقاذ التطوعي. وجود الغواصين ما شاء الله تبارك الله. عبد اللطيف قائد الغواصين في جمعية المحترفون للبحث والإنقاذ. الله يبيض وجهك يرحم والديك يعطيك العافية. أبو عبد اللطيف عطنا نبذة عن اللي حصل. طال عمل جماعي الكل يشكر عليه. الحمد لله. السيارة راحت أمس بالليل في البحر. اي نعم. الحمد لله الله سلم سواك. نزلنا أمس مع حرس الحدود، تم البحث ما استطعنا إن احنا نجد السيارة. اليوم اجتمعنا الساعة 5 الصباح والحمد لله نتيجة البحث تم العثور على السيارة والآن إخراجها. اللهم لك الحمد. هذه السيارة اللهم لك الحمد انتهت المهمة. أبو عبد العزيز
مرحبا. الحمد لله بتوفيق من الله. الله. وتواجدكم وتواجد الأبطال. انتهت المهمة بنجاح وب. والله هذا فضل الله علينا، نجاح استخراج سيارة غير معلومة المكان. أمس كان عندنا دولة في الغوص، غواصين وغواصين حرس الحدود قاموا بالبحث لحبيب من دخول الدائري، ما لقينا شيء لأن كان ليل المجد جاي. تم تأجيلها من قبل السلطات الصبح، من بعد صلاة الفجر الساعة 5 تواجدنا هنا مع الشباب والأبطال والغواصين، ما قصروا. في أول جولة نزلوا حصلوا السيارة، لقيناها مقلوبة طبعا على بارها، تم عمل اللازم الربط في المكان المخصص وسحبه عن طريق الونش مسافة تقريبا أقل أكثر من 100 متر بالونشات، والآن الحمد لله وصلت إلين الساحل، تم تعديل السيارة وسحبها بالونش إلى بر الأمان إن شاء الله. وهذه السيارة قدامكم، عطهم صورة السيارة. عطيهم صورة بس بناخذ أبو مازن غواصين غواصين وش اللي حصل معاكم تحت؟ عطونا الوضع. الحمد لله أمس جانا البلاغ، نزلنا مع غواصين حرس الحدود، عملنا مسك في المنطقة ما قدرنا نحصل عليها، تواجدنا اليوم الساعة 5 لين جانا التصريح ونزلنا. الحمد لله أول جولة ما عثرنا عليها، الجولة الثانية أو في المنطقة الثانية اللي مسحناها تم العثور عليها، ولله الحمد النتيجة ما استطعت. الحمد لله. الله يبيض ويديكم جميعا. جميعا إن شاء الله. وخالد عطنا وضع السيارة. عطنا وضع السيارة. السيارة طبعا حصلت شر مضروبة داخل، الحمد لله تم سحبها لأقرب منطقة، بعدين عدلناها عن طريق الونش بثلاث سيارات موجودة عندنا في المنطقة هذه، وبعد ما عدلناها ربطناها بالونش مرة ثانية وسحبناها إلى المنطقة اللي مسحوبها فوق. السيارة زي ما تشوفون حادث السيارة، طبعا السيارة غرقانة من أمس تقريبا حوالي أكثر من 12 ساعة في الموية، فإمكانية تشغيل السيارة صعبة، ضربنا سطح الآن إن شاء الله جاية في الطريق عشان يجيب السيارة. طيب موقع السيارة فين كان؟ كم متر يبعد؟ تقريبا 120 متر. الى 100 متر تقريبا، هذا الرقم التقريبي لها، سحبناها الى اقرب منطقه نقدر نتعامل معها فيه، بعدها عدلنا السياره والحمد لله. الحمد لله.